استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بمكتب سموه في قصر الوادي سعادة السيد علي بن محمد الرماحي وزير شؤون الأعلام. وفي مستهل اللقاء رحب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بسعادة وزير شؤون الأعلام مثنيا سموه على الجهود المتميزة التي تبذلها وزارة شؤون الأعلام في سبيل دعم المجال الرياضي من خلال التغطيات الإعلامية والبرامج التلفزيونية التي تسهم في إبراز ما وصلت إليه مملكة البحرين من تطور وتقدم في هذا القطاع الحيوي الذي يشهد دعم ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للرياضة وأبنائه الرياضيين. ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. وخلال لقاء بحث سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة مع سعادة السيد علي بن محمد الرماحي خطط وزارة شؤون الإعلام لدعم الجهود التي تبذلها اللجنة الأولمبية البحرينية في سبيل الاستمرار في تنمية القطاع الرياضي بالمملكة، مؤكدا سموه أن الإعلام شريك رئيسي للنجاح ويلعب دورا فاعلا للترويج للسمعة والمكانة المرموقة التي تحتلها مملكة البحرين على المستوى الرياضي قاريا ودوليا. من جانبه أكد سعادة السيد علي بن محمد الرماحي وزير شؤون الإعلام أن الوزارة حريصة على دعم الحركة الرياضية وذلك تحقيقا لتطلعات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في تنفيذ توجيهات العاهل المفدى أيده الله للنهوض بالرياضة البحرينية، مضيفا أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بنقل وتغطية الفعاليات والمسابقات المتنوعة على الشكل الذي يساهم في إبراز وتطوير الرياضات المختلفة، بالإضافة لتسخير كافة الإمكانيات التي تدعم جهود اللجنة الأولمبية البحرينية في تحقيق النجاح والتميز للرياضة في المملكة.